يمكن ده اللي هنبدأ بيه بقى ونتكلم عن. عايز تبدأ الأهلي والزمالك ولا نتكلم عن المقاولين امبارح؟ والله احنا الاثنين كسبنا 4، فاللي يعجبكم في الاثنين نبدأ بيه. اقول لك نبتدي في ايه وبعد كده نرجع للاثنين مع بعض. بعد كده نبتدي بحاجه لازم يعني نقف عندها ونتأملها، فكره ان الاهلي مع كولر سجل 72 هدف ولم يسكن شباكه سوى 12 هدف لو انا مش غلطان. الرقمين دول يقولوا لنا ايه عن خطي الدفاع والهجوم في النادي الاهلي؟ لا هي في احصائيات، في احصائيات دايما لغه الارقام هي دايما نمبر 1. انا دايما اهم حاجه عندي لغه الارقام، لان انت دايما لغه الارقام ما بتكذبش يعني. طب فاحنا لما نيجي نقول النهارده ارقام كولر مع النادي الاهلي 22 كلين شيت في 31 مباراه، فوز في 25 مباراه، تعادل في 6 بدون اي هزيمه، ودي مش سهله ان فرقه تاخد بطوله بدون ولا هزيمه. طبعا 22 هدف للاهلي، 81 نقطه. الاهلي لسه فاضل له 3 ماتشات، لكن الارقام بتاعته الاهلي حصل على 148 بطوله. مش سهل ان نادي يحصل على 148 بطوله، متفرقين 43 دوري، 37 كاس، 11 دوري ابطال افريقيا، 13 سوبر، 8 سوبر. انا مش عايزه نكمل عشان الحسد والله، اصل الليسته طويله قوي. 148 بطوله يعني بجد حاجه مشرفه. طبعا طبعا لما تيجي حضرتك تتكلم بالارقام كده يعني طبعا موضوع صعب جدا وموضوع مش سهل. قصص أيوة. نجاح لاجيال مختلفه على طبعًا مدار طبعًا الزمن. انت يعني بتتكلم تاريخ نادي كبير، النادي العريق في افريقيا كلها، اعظم نادي في الكوره. صحيح. بص احنا نقفل الحلقه بقى خلاص، هنقول ايه تاني؟ هيتقال ايه تاني؟ هنعيد في حاجه اضافه؟ ايه بعد اللي حضرتك قلته؟ صحيح. حتى جماهير النادي الاهلي حضرتك يا كابتن كريم جماهير عظيمه. انا امبارح يعني الكلام جاب بعضه يعني، قابلتني بنت صغيره اسمها منة طلعه طله. منة طلعه يعني ربنا يشفيها، بطله يعني ربنا يشفيها يا رب، عندها كانسر. فبتقول لي يوم ماتش نهائي افريقيا كان عندها جلسه كيماوي، فبتقول لي يا كابتن انا قعدت ادعي ان ربنا يشفيني والاهلي ياخد البطوله. يا رب يشفيها. شوف في نفس التايم انت بتتكلم حضرتك، شوف بتفكر في الاهلي. بنت صغيره يعني مش حد كبير، قابلتني امبارح وكان معاها باباها، فنتمنى لها الشفاء. انا قصدي اقول لحضرتك ايه، ان النادي الاهلي عظيم بجمهوره، يعني بلعبته، باجهزته، بكل. بس اقول لك على حاجه.